مشاهدينا تقريبا كلنا معانا مجموعات على الواتساب، مجموعات عائلية، مجموعات دراسة، مجموعات لأصدقائنا، مجموعات نناقش فيها قضايا وآراء، لكن واضح إن في ناس معها مجموعات واتساب عشان أهداف مختلفة تماما. بعد هجوم 7 أكتوبر بأيام أنشئت مجموعة على واتساب اسمها الأحداث الجارية في إسرائيل، وفيها حوالي 100 عضو، لكن مش أي أعضاء عاديين، هم عمالقة، نعم عمالقة رجال الأعمال ومليارديرات أمريكيين يدعموا الاحتلال، بينهم مؤسس ستاربكس والصهر ترامب. ونتائج هذه المجموعة هذه الممارسات اللي بنشاهدها في هذا الفيديو. إذن هذه نتائج المناقشات في هذه المجموعة. مشاهدينا، أثرياء أمريكا في مجموعة الواتساب هذه حرضوا على عمدة نيويورك على فض اعتصام الطلبة في جامعة كولومبيا، وهذا التعامل الوحشي مع المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين مدفوع من هؤلاء الأثرياء. وهذا مش كل شيء، رسائل المجموعة كشفت أنهم كمان روجوا للرواية الإسرائيلية عن الحرب على غزة، غير التمويل والدعم لمجلس الحرب الإسرائيلي. هذه المعلومات كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والتي أكدت أن هذه الرسائل تسلط بعض الضوء على كيفية استخدام بعض الأفراد للبارزين لأموالهم وسلطتهم في محاولة لتشكيل وجهات النظر الأمريكية وتصرفات القادة الأكاديميين ورجال الأعمال والسياسيين حول الحرب على غزة، بما في ذلك عمدة نيويورك. الكشف عن هذه المجموعة والرسائل كان له صدى كبير على مواقع التواصل، وهنا نتابع بعض التعليقات. من إكس، ياسر أبو هلالة علق قائلا: تحقيق مذهل للواشنطن بوست يكشف تآمر رجال الأعمال الصهاينة على طلبة كولومبيا، وكيف مولوا الشرطة وحرضوها، القديم يحارب الجديد، وفي النهاية هم الماضي والطلبة المستقبل. على إكس أيضا دارت يقول: إنها غطرسة، يعتقدون أنهم القانون وأنهم غير مسؤولين أمام أحد، دعهم يحتفظون بهذه العقلية ستؤدي إلى سقوطهم. ننتقل إلى الفيسبوك، وعائشة قالت: الحرية والمال لواحد بالمئة، البقية منا سوف يكدحون ويحصلون على الحد الأدنى من الأجور، وسيدفعون الضرائب إلى السماء لتمويلهم، نحن جميعنا الأغبياء ليتم استغلالنا. أخيرا منى علقت وقالت: استمروا وأظهروا وجه إسرائيل الحقيقي للأمريكيين، لقد أظهرتم ما كنا نحاول قوله لسنوات، إسرائيل مجموعة إرهابية بربرية من المرضى النفسيين والقادة الأمريكيون مجرد دمى في يدها. طبعا مشاهدينا، في نوفمبر 2023 مع بداية اتساع المظاهرات المتضامنة مع فلسطين والرافضة للحرب على غزة، خرج كبار رجال المال الأمريكيين الداعمين للاحتلال وتوعدوا طلاب الجامعات بعدم توظيفهم في المؤسسات التابعة لهم وتجميد التبرعات لجامعاتهم. هذا النفوذ استفز أستاذ جامعي أمريكي قال: ما نراه الآن هو حفنة من الأفراد فاحشي الثراء الذين لديهم نفوذ لا يصدق على التعليم العالي. أنتم مشاهدينا، ما هو رأيكم بهذا النفوذ اللوبي الصهيوني على السياسة والجامعات الأمريكية؟ وبرأيكم هل يهزم الطلاب نفوذ المال والقوة؟